السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم من هذا المكان الطيب الطاهر المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أعظم علاج لقسوة القلب، كتير مننا بيشتكي من قسوة القلب، قلبه قاسي، قلبه ما بيلينش، ما بيصعبش عليه حد. لو شاف طفل بيبكي، أو شاف حد كبير بيبكي، أو شاف أي منظر مؤثر، لا يبكي ولا تتأثر حياته ولا يتأثر قلبه ولا تدمع عينه، فبيحس إن في قسوة في القلب. كيف يعالج قسوة القلب؟ بثلاث حاجات. رقم واحد، الاستعانة بالله في أي شيء، في أي أمر من أمور دينك أو دنياك أو آخرتك، لابد أن تستعين بالله، لأن حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتسأل المولى عز وجل أن يلين قلبك وأن يرزقك رقة في القلب وأن يذهب عنك قسوة القلب. هي أول حاجة، الاعتصام بالله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، تلاوة القرآن بتدبر وخشوع، لأن القرآن بفضل الله عز وجل يذيب قسوة القلب ويكسب القلب رقة بفضل الله سبحانه وتعالى، ويكسب العين الدمع ويكسب القلب الرقة والحلاوة والخشوع بفضل الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة، إن أنت تقرب من الضعفاء ومن اليتامى وترحمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له قسوة في قلبه، فقال له النبي، وتأمل معي إلى ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: أتحب، هو رجل طلب واحد يعني بيشتكي له أن قلبه قاسي، قال له: أتحب أن يلين قلبه وأن تدرك حاجتك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ارحم اليتيم وأطعمه من طعامك، خد بالك بقى، ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ثلاث حاجات تعالج قسوة القلب بفضل الله سبحانه وتعالى، وهناك أشياء كثيرة لكن دي أهم ثلاث حاجات. أول حاجة الاستعانة بالله، ثاني حاجة تلاوة القرآن بتدبر وخشوع والعمل بما في القرآن، وثالث حاجة رحمة اليتامى. كل ذلك يذهب قسوة القلب ويكسب القلب رقة ورحمة وحنية ورفقا بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا رحمة في قلوبنا وأن يذهب قسوة قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.